بيان متوازن يراعي أهمية تخفيض حدة التوتر ومراعاة أيضا القواعد القانون الدولي والإنساني اتصالا باستهداف المدنيين وتقدير لأنه الوضع الحالي في غزة لابد من التعامل معه وتوفير المساعدات الإنسانية ومراعاة الواقع والأضرار التي تلحق بالمدنيين الأبرياء الفلسطينيين في قطاع غزة. سوف نستمر في العمل مع شركائنا لتزكية هذه المبادئ الهامة وأيضا احتواء الأزمة بكل الوسائل. اتصالاتنا جارية مع طرفي الصراع للوصول إلى هذا الهدف، وبالتأكيد أنه كلما علت أصوات المجتمع الدولي سوف يكون لها تأثير ونستطيع أن نستعيد قدر من الاستقرار والهدوء بالمنطقة. سؤال آخر، أستاذة سارة الشلقاني الدستور. سارة الشلقاني الدستور، سؤالي لمعالي وزير خارجية إيطاليا تاياني. خلال الزيارات المختلفة اللي قمتم بها للقاهرة خلال العام الحالي واللقاءات والاتصالات المتكررة مع السيد وزير الخارجية، بالتأكيد كان ملف التعاون في ملف الهجرة مطروح بقوة خلال أي مباحثات. خلال مباحثات اليوم، هل تم التطرق لمقترحات محددة لتعزيز التعاون في هذا المجال؟ وما هو الدعم الذي يمكن أن تقدمه إيطاليا لصديقتها مصر في إطار تقاسم الأعباء، خاصة أن القاهرة نجحت في منع الهجرة غير الشرعية من حدودها خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى أنها تستضيف حوالي 9 مليون لاجئ ومهاجر على أرضها؟